لابد أنكم سمعتم قصصاً غريبة وكثيرة عن أشخاص يطاردون بوكيمون في مكاتبهم وأماكن عملهم وحتى غرف المستشفيات والحمامات، حتى أن فتاة في سن المراهقة عثرت على جثة خلال رحلة بحثها عن هذه الشخصيات الكرتونية التي تعرف باسم بوكيمون في لعبة جديدة تسمى بوكيمون جو. ما الذي يجري إذن وما هي بوكيمون جو؟ بوكيمون المملوكة من شركة نينتندو راجت كلعبة وكرسوم متحركة أواخر التسعينيات، وهذه المرة تعود هذه الشخصيات لتسيطر على عقول الناس وهواتفهم الذكية من خلال تطبيق بوكيمون جو الذي يمكن تحميله مجانا على أجهزة أندرويد وآي أو إس. وحتى الآن وبعد أسبوع من تنزيلها إلى الأسواق في أمريكا وأستراليا فقط، حظيت هذه اللعبة بشعبية أضحت تنافس تويتر من حيث عدد المستخدمين النشطين يوميا. إنها لعبة تستخدم نظام تحديد المواقع جي بي إس من حولكم للكشف عن مكان وجود شخصيات البوكيمون بهدف الذهاب وإلقاء القبض عليها، وهي مزيج من العالم الحقيقي والرقمي وما يعرف باسم الواقع المعزز. وقد لقيت اللعبة انتقادات كثيرة، منها انتهاك الخصوصية والتسبب بالكثير من الحوادث على الطرقات، ولكن يمكن تعديل ميزة الخصوصية من خلال محو التطبيق وتنزيله من جديد وتعديل الخصوصية إما من خلال جوجل أو التطبيق نفسه.